الوزير اهو. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا عم. اهلا بيك يا فندم. فاكر يا فندم اما اخوك قال لك ان الموظفين هيوقفوا لك المراكب السايره؟ لا فاكر طبعا، واحنا بص يعني تركه كبيره جدا جدا، منظومه كبيره، في طبعا ناس افاضل في المنظومه وفي ناس مش افاضل، مش متعاونه اكيد يعني، فاحنا عارفين ده وبنعاني منه. كويس ان حضرتك بتحط عليه الضوء، يعني انا مش عاوز اعمم عشان ما نزعلش حد. لا ما بنعممش يا فندم، ما هو الوزاره شغاله ازاي يعني؟ لو كل الناس كده كان ما كانش الموسم الدراسي ابتدى اصلا. وبعد انا بس يمكن حضرتك بقى اديتني مساحه اقول حاجه مهمه، انه ودي مش سر ولا حاجه، احنا بس بنقولها مع بعض وبنقولها على الكافيهات بس ما بنقولهاش في التلفزيون، من حيث ان في مقاومه، في مقاومه مش عنيفه، لا هائله. مقاومة هائلة. هائلة طبعا، والمقاومة ليها أسباب، وحضرتك عشان تعرف الأسباب شوف الفلوس فين وامشي وراها، وشوف أي حاجة بيرتزق منها أي شخص بالنسبة له إذا دي راحت أو هددت ممكن يعمل لك أي حاجة، يعني فكرة إن هو مهتم بمصلحة الدولة ككل أو التعليم ككل مش موجودة عند كثير من الناس، الموجود عنده مصلحته هو، وبالتالي ممكن يؤثر على هذا. يعني احنا اكتشفنا ان في فعلا على الارض مظاهره غريبه جدا، وهي الكتب اللي سعينا ودفعنا وسبقنا الزمن عشان تتوفر يوم 22 موجوده فعلا، وطبعت طلعت من المخازن ومحطوطه في المخازن الرئيسيه. طيب بتروح بقى المحافظات، منظومه كبيره جدا، اكتشفنا ان كله توزع في المدارس الحكوميه باللغه العربيه. مين اللي ما توزعش؟ مدارس الخاصه. يعني ايه؟ يعني اللي بمصاريف. ايوه يا فندم. ليه بمصاريف؟ عشان هنا بقى نفس الكتب موجوده، اشمعنى يعني المديريه سلمتها هنا وما سلمتهاش هنا؟ نحاول نعرف نكتشف. لا ده علشان في هنا بيبيعوا الكتب دي للاولاد، ولما احنا غيرنا طريقه تحصيل الفلوس بحيث انها تتحصل مباشر كاتب البريد الوزاره، كان النتيجه ان اللي كان بيرتزق منها معطلها لك بقى. قال لك انا هوقف لك بقى المراكب السايره بما ان انا مش هكسب. فاحنا دلوقتي بنتعامل مع ده على الارض، ومعانا اجهزه رقابيه كتيره وحطينا صبعنا عليه. هو وجود النظام الجديد حط الضوء على عيوب مزمنه بقالها معانا سنين، بس الناس مش كل واحد طبعا بيقعد يفكر في التفاصيل الدقيقه دي، ولكن حطينا صبعنا عليها. وعشان كده قلت للناس بصوا احنا عارفين المشكله وهنحلها خلال 48 72 ساعة. معلش يا فندم عايز اسالك سؤال اجرائي، هو انت ممكن ترفض حد؟ لا لا لا، بص في الحكومه دي من المشاكل طبعا. لا لا دي معالي الوزير، معلش انا اسف، حضرتك وزير التربيه والتعليم، مش ممكن ترفض حد؟ مش وزير التربيه، اي وزير. بص بنعمل تحويل للشؤون القانونيه ونروح النيابه الاداريه ونلف لفه كبيره جدا قد تنتهي بيومين خصم وحاجات كده، انما في الاخر لو احنا بشركة خاصة طبعا اللي بيعمل كده ده يترفض تاني يوم. ايوه فندم. ولكن انت ما عندكش المقدرة دي، وبالتالي بتعيش بهذه الادوات، فالادوات مش مساعدانة على اني اقطع او اطهر الحاجة بسرعة، وبالتالي بتحتاج يعني مش قادر تفرض عليه ده، بتشيله من المكان ده وبتحط حد تاني، انه مش قادر تمشيه خالص. لو وقفته عن العمل يروح يرفع عليك قضية ونبقى احنا اللي في موقع الاتهام كمان يعني. فلا ده مساعد قوي الناس دي على هذا الاداء. بس انت معالي الوزير عارف الناس دي فين ومين وازاي وكل حاجه. طبعا، ما هو احنا خطوه بخطوه كده بنمشي ورا كل ده.